بصي بقى يا دكتور، انا عايزه الكلام الصغير اللي الناس اللي بتشوفنا دلوقتي تفهمه. يعني واحد دلوقتي بيقول انا ده اروح اعمل فرن، والله ده بيتقال كده اروح اعمل فرن، طب هيتكلف كام؟ فالناس عايزه تعرف هي تبدا ازاي، تشتغل ازاي، تعمل ازاي، تقدم ازاي. يعني كل واحد عنده فكره. يعني في مجموعه من السوبر ماركت اللي في الفتره الاخيره معموله، مجموعه من الشباب اتجمعوا مع بعض وعملوا ونجحوا. كل شاب عايز دلوقتي يبقى عنده فكره ويعملها، يبدا ازاي؟ بمناسبه السؤال ده خلينا اكلم الناس بلغه الناس. ايوه احنا في مصر كل الناس نفسها تعمل مشروع، وانا منهم والله. ودايما هتلاقي اصحاب الرغبه في اقامه مشروع نوعين. النوع الاولاني نفسه يعمل مشروع ومش عارف يعمل ايه، ما عندوش فكره محدده يعملها. والنوع الثاني عنده فكره بس مش عارف يبدا ازاي. الجهاز صمم مجموعه من البرامج يتعامل مع النوع ده ومع النوع ده، ودي بدايه خط تعاملنا مع الراغبين في اقامه مشروعات في مصر. النوع الاولاني اللي ما عندوش اي فكره خالص بس نفسه يبقى صاحب مشروع. اولا احنا لازم نقيس هو ينفع يبقى صاحب مشروع ولا لا. مش كل الناس تنفع تدير مشروع، فبنخضعه لبرنامج تدريبي بنحدد فيه السمات الاساسيه اللي ممكن نقول فيها انت ينفع تبقى صاحب مشروع وكمل. وفي نفس البرنامج ده اسمه ولد فكرتك، بنحاول معاه عن طريق خبراته مؤهلاته الدراسيه حتى المحيطين بيه من قرايبه وكده نولد فكره او اتنين يصلحوا للتطبيق مع بيئته، مع المكان اللي هو عايش فيه. النوع ده من الناس اللي عنده رغبه في اقامه مشروع ما عندوش فكره ولد فكره في البرنامج ده، مع النوع التاني اللي عنده فكره محدده هو يعني دارسها بشكل مبدئي وعايز بقى يبدا خطوات تنفيذيه، بنخضعهم لبرنامج تاني اسمه كيف تبدا مشروع. في البرنامج ده بقى بيتعلم كل تفاصيل ممكنه عن هذا المشروع، بيتعلم فيه الدراسه التسويقيه عن المشروع عشان نعرف الفجوه اللي هيبدا منها في السوق بتاعه عامله ازاي، يعني يتعلم الدراسه الفنيه والدراسه الانتاجيه، الدراسه الماليه واحتياجاته من تمويل، حتى الاجراءات القانونيه اللي ممكن يحتاجها عشان يبدا قانون يبدا مشروع. بمجرد انه يخلص هذا البرنامج اصبح معاه ملف كامل عن كل ما له علاقه بهذه الفكره، ويبقى قادر ان هو يروح بيها لاي جهه تمويل، سواء هو محتاج تمويل يروح للبنوك او يروح لجهاز تنميه المشروعات يديله تمويل، او اذا كان معاه يعني تمويل ذاتي يبدا بيه هذا المشروع. ففي البدايه كده بقول بدعو الشباب اللي عنده فكره يروح لجهاز تنميه المشروعات، اللي نفسه يعمل مشروع وعايز يشوف هو ينفع يعمل مشروع ولا لا، او عايز يوصل لفكره معينه يروح لجهاز تنميه المشروعات. عندهم هيلقى في جوه الفرع هيلاقي اللي يساعده ويوصله الى البرنامج التدريبي المناسب ليه. يعني فكره ان واحد يصحى من النوم انا عايز اعمل مشروع ويتجمع مع اصحابه، لا ده بلاش، يعني ده تهور. طبعا احنا بس يهمنا في الاول يبقى فيه جديه. يعني انا نفسي الشباب اللي يتقدم عشان يعمل مشروع يبقى عنده الجديه. طول ما هو عنده الجديه هيلاقي جهاز وراه. عشان كده انا بدعو الشباب، انت مستني ايه؟ هتفضل قاعد مستني؟ لا، ما حدش هيساعدك، لازم انت تتحرك وتروح وتشوف. الدوله النهارده بتعمل حاجات كتير قوي لمساعده الشباب في اطار العمل الحر. الجهاز ده احد هذه الاليات منذ انشائه في 2017 زي ما حضرتك اشرتي. واحنا صممنا مجموعه خدمات تتناسب مع كل اصناف الراغبين في اقامه مشروع. اللي انا قلته ده اول بدايه التعامل مع الراغبين في اقامه مشروع، ثم تاتي بعد ذلك المشكله الاكبر. هيلاقي دايما يقول لك انا ما اعرفش اطلع ورق للمشروع، ما اعرفش اروح الف على 100 جهه حكوميه عشان بيبقى قلقان من الضرايب، وبيبقى قلقان من يعني حاجات كتير، وقلقان ان هو معهوش فلوس كافيه تكفي مشروع وانه يخسر. بالظبط. القلق من الخساره دي مشكله فظيعه، وانا اعرف ناس بصراحه خسرت كتير. ده طبيعي، هو البيزنس ريسك في الاول وفي الاخر، هو ريسك او مخاطره. المخاطره دي اهم حاجه تبقى مدروسه، طول ما هي مدروسه طول ما هيبقى في خطوات امان جوه المشروع. انتوا بتامنوا الناس.